أعلن حزب منبر السلام العادل تأييده للاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول الحكومة الانتقالية، مبديا تحفظه على بعض بنود الاتفاق. وقال رئيس الحزب الطيب بن مصطفى في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه برغم الثنائية الإقصائية التي شابت الاتفاق ورغم تحفظات المنبر عليه، فإنهم لا يملكون غير الاستجابة لنداء الشارع وتفاؤله بالاتفاق وذلك بالتأييد. وأكد الطيب تمسكهم بالنص الذي ورد بالاتفاق حول حكومة كفاءات مستقلة التي أكدها الوسيط الأفريقي، وشدد عليها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو حميتي. يحمد الفريق البرهان أنه أكد في لقائه بالأمس بتنسيقية القوى الوطنية، أمس بالمناسبة اجتمع مع تنسيقية القوى الوطنية ونحن جزء منها وأنا كنت حاضرا، أنه لا تراجع، أكد أنه لا تراجع عن هذا النص، نص الاستقلالية، سيما وأن وسيط الاتحاد الأفريقي بل والمبعوث الأثيوبي أكدا عليه بشكل لا لبس فيه ولا غموض، ولم يعترض أي من ممثلي والحرية والتغيير على ما أدلى به وسيط الاتحاد الأفريقي من تصريحات لخص بها ما تمخض عنه الاتفاق. الكلام ده نحن بنركز عليه لأنه سمعنا تصريحات وترشيحات وكذا ليس بها أي استغلالية، بعض التصريحات بعض الوجوه التي رشحت في الإعلام لا علاقة لها بالاستغلالية بل هي منتمية، لذلك نؤكد على هذه النقطة التي أكد عليها رئيس المجلس العسكري.